لا إياد، ماني موافقة. لا تكوني عنيدة، في حدا بيبقى لحاله هون؟ مشان الله لا تصر علي، أنا جاي عبالي ريح راسي. طيب خليني أحجز لك بشي أوتيل؟ ماشي، إذا أنت مرتاحة خليكي هيك، بس بشرط في إلنا حكي بكرة. إيه ماشي، وعديني. بوعدك. عندك شي تاكلي؟ إياد خلاص، سلام. سيد رجا، اسمح لي، أنا صار لازم أمشي. أخرناك اليوم، الله يعطيك العافية. لو فيني كنت بقيت معكم هون، بس أنت بتعرف وضع جوز. بعرف بعرف. هاي حلا هون، لا تاكلي هم. إذا بتحب شوف حدا من جيراني أو قرايبيني يهتم بجوزي هالفترة، وأنا بصير نام عند البنات. معقول يا عديلي خليكي تحرجي حالك مع جيران؟ خلص نحن مندبر راسنا. تصبح على خير. ديروا بالكن على حالكن منيح. ولا يهمك. يلا يا بنات ناموا بسرعة لأنه الوقت صار متأخر. أنا ما بدي نام إلا تجي ماما لهون. يلا حبيبتي نامي لأنه بجوز بكرة الصبح تفيقي وتلاقي ماما رجعت على البيت. وأنا كمان ما بدي نام، أنت عم تضحكي علينا. إذا عرفت أمكن أنه مالكن نايمين لهلأ رح تزعل كتير. بس ماما مانا هون، بس تجي من نام فورا. خلص يا بنات رح بلش عصبها. خالة انت ما فيك تعصبي علينا لانك انت مو امنا اصلا. صح انا مالي امكم، بس انا خالتكم، ولما بقول ناموا فلازم تناموا. ماما بدي ماما. خلص حبيبتي لا تزعلوا مني، والله ما قصدي انا اعصب عليكم. جيبوا لي ماما بسرعه. هلا هلا، ما له احكي معكم اذا ما حتجيبوا ماما. يلا هلا. يا رجا رجا يا ناس، لا بقى تبكي، إذا بكيت بدي أبكي. تعالي شوي إذا بتريد. رجع خلص يا بنات، هي إجا أبوكم لعندكم. حاش بكي مشان الله مشان الله. شو صاير؟ شوفت عينك، ما عم بقدر سكتهم بنوب. ما في غير بدنا ماما، بدنا ماما. أنو حكاية بدكم أحكي لكم هلا؟ أنا ما بدي تحكي لي حكاية. نحن بدنا ماما تجي لهون. نحن ما حكينا المسا بالموضوع. وإذا نحن ما هيك بدنا ماما تجي على البيت. اسمعوا لقلكم، في شغلات كتير منحبها بس ما منقدر نحصل عليها. أحيانا لازم نعيش مع شغلات ما منحبها أبدا، هاي واحدة منهم. يعني قصدك أنه ماما ما لح تجي لهون أبدا؟ هاي الليلة ما حتجي. شوفي مين حلا. خلاص بابا لا تبكي، كنت أفكركم كبار وصرتوا صبايا شاطرين، بس طلعت غلطان. ألو. مرحبا حلا. ليلى وينك أنت؟ أنا ببيت وحدة رفيقتي. رجع رجع على البيت مثل المجنون، شو القصة؟ خلص بحكي لك بعدين. كيفهم البنات؟
ماسكين موال بدنا ماما بدنا ماما، ما قدرت سكتهم ولا بطريقة. احكي لهم حكاية، بناتي بيحبوا الحكاية كتير. والله جربت هالشي أكتر من مرة، جربت أحكي لهم حكاية، جربت راضيهم، عيطت. حلا الله يوفقك لطايتي عليهم، بصيروا بيخافوا. ايه معك حق، لو بتشوفي الجو شلون صاير مثل العصفورية. حلا ممكن تعطيهم التليفون بدي احكي معهم شوي. ليلى صحي ما عاد ترجعي على البيت؟ أجلي هالقصة لوقت تاني. طيب البنات شو حيصير فيهم؟ أنا ما بقدر دير بالي عليهم. أنا رتبت كل شي، لا تاكلي هام أبدا. أعطيني البنات هلأ. ليك وإذا ما بتسكتوا أنا ما بقى أحكي. يا بنات حذروا مين بده يحكي معكم على التليفون. أكيد ماما. إيه صح غلطاني، هي مالها أمكم. هلأ فورا بدكم تنام، يلا لشوف نامي أنت وأختك. شو بدك منا؟ رجاء قلت لك لا حد شوفيهم ولا حد تحكي معهم. رجاء أنت عم تظلمني، ما في شي مثل ما أناك مفكر. ما بقى في داعي أبدا لهالحكي ست ليلى. بس هدول بيضلوا بناتي. قلتي لي بناتك، لك أنت ما بتستاهلي تكوني أم. رجاء الله يخليك. ليلى أنت خربتي على حالك، كنا سوا مبسوطين، أعطيتك كل ثقتي. في شغلات ما فيني أحكي لك ياها هلأ. رجاء مشان الله خليني أحكي معهم، اشتقت لهم كتير. لا أي حدا تاني تحكي معهم، احكي مع عشيقك. بس البنات لا حد شوف فيهم ولا حد تحكي معهم، اطلعي من حياتنا بقى. يا ربي ماني عارفة أنا شو أعمل. يا رب ساعدني لأخلص من وجعي يا رب. على مهلك بابا، شوي شوي. لا حد خلوني صدق إني مريض. عم حاول ساعدك بابا، شو فيها يعني؟ احترنا كيف نعاملك يا فاروق، شو عملت البنت؟ لما عم تعاملوني مثل ما بيعاملوا المريض عم حس بتعب أكبر. قال الدكتور ما فيني شي. إن شاء الله إن شاء الله. بسيطة، أكيد ما فيك شي، أنت ريح راسك.